حبيت الترى والقلب يتوالى وانا حبيت الترى والقلب يتوالى ماما توبي يا توبي لا تقولي لا لا ماما توبي يا توبي لا تقولي لا لا وانا حبيت الترى والقلب يتوالى وانا حبيت الترى والقلب يتوالى أزول في اللون نيت ما يسمع سيدي كادر ترهانين avec la chanteuse
لارتيست وردة يا السمراء توبي لا تقولي لا لا سيغتانمون ماهيش راح تقول لا لا السمراء سيسير يجي النهار وتوب وما عادش تقول لا لا اني دونك سي تحية كبيرة إلى الأمازيغ الأحرار ديما كيما نديرو لي شونسون كابيل شاوي لازم نروحو لخوتنا التوارك وما نساوش تاني بحال دون لو بخونشان جور نديرو لي موزابيت عندنا واش يقولوا غني يعني فريمون فريمون دون يعني واش نقول لكم يعني غير سي ان باتريمون يعني اللي لازمنا نحافظوا عليه ولازمنا ديما 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 هذا حاجه تاع جدودنا لازمنا ديما نسمعوهم وديما احنا لونفان نزيدو نقولوا لي جون ان شاء الله يزيدوا يديروا اغاني كيما هذو باش نبقاو ديما كيما قال واحد نحافظوا على اصولنا ونحافظوا على زوريجين تاعنا. Voilà, nous avons un riche patrimoine, un riche, كما قال واحد, une culture vraiment اللي ما تتسعاش حتى في بلاصة. احنا الأمازيغ وأنا واش نفرح واش نفرح كي نفكر ونكون أنا راني أمازيغي أمازيغي حر ونبقى ديما أمازيغي. Alors pour cette dernière vidéo تاع اليوم mercredi 22 novembre 2023 الساعة تقريبا راهي 11 غير ربع voilà كيما راكم تشوفوا sur ma montre 11h 22h45 تقريبا 45 راح نتكلموا على ان سوجي اللي ديجا تكلمت عليه نزيد نعاودو اليوم باسكو كاين ان ايفينمون دولورو اللي راح نزيد نقوله لكم بالك ما سمعتوش به مي انا نعطيه لكم درك بعد ان جون un élève de 16 ans qui a poignardé hein, à plusieurs reprises sa camarade de classe et elle a frôlé la mort dans la wilaya de Sétif. Elle est, pourtant Sétif عندهم يعني باش نقول لكم يعني ناس تاع سطيف ناس كيما قال واحد متحضرين الغالب يعني هل هي مثلا واش راه في المشاكل في ليزيكول لازم على كل حال الغالب حوايج هادو ما يقدرش مدير التربيه ولا الناس اللي نعرفوهم يفيتيهم الغالب بون كاين الخطا اللي فات كيما هضرت لكم على هذاك ليفينمون اللي صرا في الكوليج وين واحد كيف اسمو عيطوا لطفله صغيره جابوها للبيرو تاع تاع كيف اسمو السورفيون جينيرال و صرا مشكله باسكو لا بارونت دي ليف ضربت هذيك الطفله هذيك اللي جابتها دارت لها كونفرونطاسيون هي صرات القضيه كيفاه صرات هي ان جات مرا تشكي جات مرا قالت لهم باللي الطفله هذه راهي تقرا عندكم وراهي ضربت بنتي وكذا ومنها قالها واش اسمها قالت لها اسمها فلان عيط لها هو زعما باش يديروا كونفرونطاسيون هو بيتيت اللي يقول لك بالك هي غلطه ولا منها كي عيط لها دخلت البيرو الاخرى ام التلميذه هذيك سوطات على الاخرى سي نورمال في الضربه هذيك بعد كسرت لها النوادر تاعها وعلى كل حال لافير هي في العداله ومدير التربيه كي سمع بالقضيه بعث اون اونكيت فتح اون اونكيت ويشوفوا الناس اللي تثبت في هذا المشكله اللي صارت هذه بلاك هذاك كيف اسمه لو سيرفيون جينيرال ما كانش يعني متعمد باش يجي حتى هو يضرب الطفله ولا يكسر لها نواظرها ولا يخلي الطفله يضربها ما نضمنش هذا الشيء هذا هو على كل حال دوك هو يتكلم ويقول علاش حتى نتوصل بلاك هو جاب باش غير نيكمون بور فار اون كونفرونطاسيون مع بلاك يشوف اسكو صح اسكو ماهيش صح هذه هي المشكله اللي صارت هو نورمالمون حوايج كيما هادو لازم الانسان يخمم مليح قبل ما لازم مومون يعيط الساعه المدير يقول له بلي جات تشكي واذا صرات لافير صرات لبرا يقول هاي مدام هاد القضيه صرات لبرا روحي شوفي مع ولي التلميذ هذا لبرا حنا خاتين هنا ما صارتش القضيه في المؤسسه مي هو بوتاتر قال لك استنى نشوف الساعه لعله تكون بوتاتر خاطئه لعله تكون اكوزاسيون هكذاك اطور ولا منا ها هو صرا الحدث الثاني هو صرا في كيف كيف في متوسطة في متوسطة في سطيف وين التلميذ هذا كعين
في عمره 16 سنه لي متمدرس في الرابعه متوسط بمؤسسه في هذه في السيران لي تعدى بالضرب بالسلاح الابيض على على الجون في اللي تقرا معاه صديقته يعني تقرا معاه الاخر 15 سنه واللي تدرس معاه في نفس المتوسطه سنه ثالثه هذه المؤسسه هذه بقلعه مسعود بلديه بير العرش اعطاها ثلاث ضربات نتاع بالموس طروه كود كوتو هذه راهو الطفل هذا مسكين انا نقول له مسكين باسكو ضحيه هو تاع ديجا المجتمع ضحيه تاع الشيء اللي صار عندنا هذا راح يديروا له تونتاتيف دو مورتر تونتاتيف دو مورتر باسكو واحد ايماجينو واحد يهز باكزومبل هذه يهز هذه باكزومبل ويشالي بها واحد ولا يهز صندري باش تفهموا مليح القانون واش يقول تهز صندري هذه تضرب بها واحد تهز كاس تضرب به واحد عصا تضرب به واحد وخلاص هذا كيموت هذه ماهيش قتل متعمد هذا ضرب العمدي ادى الى الوفاه دكوغ بصح تضرب وتعاود وتعاود دونك انت حبيت تقتل شفتوا كيفاش ماهيش كيف كيف ماهوش واحد يضرب واحد بونيه يطيح يقدر عليه ربي يموت هذه كو اي بليسور فولونتير ايون انتريني لا مور الضرب العمدي ضرب الجرح العمدي ادى الى الوفاه ماهوش كيف كيف ماهوش كي كيما قال واحد القتل العمدي باسكو القتل العمدي واش هو تضرب وتعاود انت ناوي تقتل الطفل هذا سيلوكا الو وضربها على مستوى الوجه والصدر وعلى مستوى البطن يعني هما ديجا كيهزوها حسبوها توفات لا بير دي كونيسونس وهزوها في داوها اون اورجونس عند السبيطار يقولوا باللي في العنايه المركزه اللي قدروا الاطباء يعني يعطيهم الصحه قدروا يزون ريوسي الا ريانيمي ويقولوا باللي الحاله نتاعها مستقر الحاله نتاعها مستقر على حساب بعض المصادر مازال ما عندناش يعني خبر قد حتى نزيدو نشوفو مليح يقولوا سبب هذا الطفل هذا اللي باش يروح يضرب الطفله صديقته هذا الضرب هذا باش يقتلها هو انه الطفل هذا قاعدين يتكلموا عليه على حساب المعطيات الاولى يتكلموا عليه باللي راهو يتعاطى المخدرات ويمكن حكموا عنده المخدرات لا جندرموري حكمت عنده المخدرات ويقولوا باللي على حساب بعض المعطيات تكون الطفله هذه هي اللي كشفته هي اللي بلغت به يقولوا بما كاينش خبر صحيح هي اللي بلغت به وكيعيطوا له هو اللي عيطوا له لا كوميسيون دو ديسيبلين وقيل حسب روحه راح يحوزوه راح يقولوا باللي هز موس وضربها الطفله هذه مسكينه ثلاث ضربات اللي كما قلت لكم كان باش يقتلها على حساب قبل ما يجيو للدرك الوطني هو يقول لهم الطفل باللي هي اللي بعثني
وقالوا له الموس هذا كيفاش يباعد، كنت الموس راح جبته من تعمد؟ قال لهم لا، لقيته عند واحد بن عمه يقرا في السنه الاولى، وهذا ولد عمو يقول لهم لا انا الموس مش تاعي. دونك مازال بور لانستون لونكيت سويس اون كور، لونكيت سويس اون كور، وما نقولوا الا ربي يقدر الخير. انا نقول لكم يا ناس، راهو هذا الشيء هذا ماهوش هو الاول، هذا الاعتداء هذا ماهوش هو الاول، وهذا لا فيولونس اللي راهي كو سوا في لي زيكول ولا في الشارع ولا في كيف اسمه ولا في الادارات، ما هيش هي الاولى وما تحبش هيك بعد اون بي با. قال ضم على القفله، ضم على القفله هكذا احبس العنف هذا، نو لازم يكون ان ترافاي دو لونغ الين. لازم المسؤولين تاعنا كما قلت قبيت في الفيديو الاولى ينعلوا الشيطان وشافوا البلاد راهي داخله في حيط، وينعلوا الشيطان هو يعني نورمالمون، يعني واش نقول لكم، يعني انا كي نقول كيما هكا راني مش نقولهم باش يروحوا باش نجي انا ولا نجيب بني عمي ولا نجيب خاوتي ولا عندي حزب، حتى لو كان جات كيما هكا تقولوا السيد هذا راه يحب ينحي الناس هذو باش يجيب حبابه ولا يجيب خاوته ولا لا 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 نو نو نو، حنا نحبوا دم جديد للبلاد، دم جديد للبلاد. الناس اللي كانوا حاكمين الجزائر من 62 لليوم كثر خيرهم، بارك الله فيكم، وصلتوا الجزائر حتى اليوم بارك الله فيكم بالشي اللي درتوه مليح وبالشي اللي ما درتوهش مليح، بارك الله فيكم. مي دركا خليو البلاد ترونكيل من فضلكم، اخرجوا بار لا غروند بورت يا عباد الله، اخرجوا بار لا غروند بورت، خير ما تخرجوا ما تلقاوش باب تخرجوا عليه خطره واحده. انا نقول لكم كانوا ناس ما لقاوش بورت يخرجوا عليها، شوفوا واش صار القدافي، القدافي كان بامكانه يخرج ترونكيل ما يصرى الاول، شاف الناس تقاتل منا قال حبس الناس، انا خويا تقاتلوا على جاتي انا نروح، والله يا لو كان قالهم انا نروح غير نقول لكم بالك الشعب كان حتى هذوك اللي كانوا يحبوا يروحوا والله يقولوا ما تروحش بتاتر. مي تقول هنا ربكم الاعلى ولا هنا نقعد لكم هنا هنا يموت قاسي، والله ما تنفع، والله ما تنفع. صدام حسين كان عنده الوقت اللي حتى هو يخرج راسه مرفوع ويخرج بار لا غروند بورت، ويبقى ديما الناس يذكروه بالخير ويقولوا كان وكان 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 وكان. نو ما بقاش يحسب، راح دوم عليه وراح يبقى وراح يبقى وراح يبقى. شفتوا كيفاش خرج؟ ما لقاش امبورت يخرج عليها، ما لقاش باب يخرج عليه، القدافي ما لقاش باب يخرج عليه، علي صالح نتاع اليمن ما لقاش باب يخرج عليه، حتى قتلوه في المسجد، قتلوه في المسجد. وعلاه يعني بوركوا؟ إنعل والديها مسؤولية، اسمحوا لي بالكلمة هذه، إنعل والديها مسؤولية، إذا نوصل روحي أنا غدوة الله لا يقدر باش نخرج من الباب الضيق ولا ما لقيش باش نخرج. إنعلوا الشيطان يا ناس، إنعلوا الشيطان، راكم تشوفوا البلاد كيفاش داخلة في حيط، حاجة ماهي مليحة. ليكول ولينا نحر ولينا ليكول تاع الجزائر اللي كانت في السبعينات وفي ولا كيما قال واحد تخرج في لي كادر وتخرج منها صبحت اليوم تخرج في لي تيروريست. هاكم تشوفوا، هاكم تشوفوا دي زيلاف هازين الماس ولاو دي تيروريست ولاو دي كريمينال، وتجي تقول لي انايا راهو الحمد لله ورانا ودرنا وكذا ومنا والتربيه الاسلاميه والتربيه هذه وما نعرف واش. يا ولدي واش من تربيه انت تهضر لها مع القتال على فلان قتل فلان والاخر ضربوه في المسجد والاخر قتلوه ما نعرف وين جيه والاخر نحاولهم دبغيهم والاخر منا، اسكو هذه تربيه؟ هذه تربيه هذه؟ هذه راهي انسيتاسيون على فيولونس،
هذه راكم تدعموا نتوما في الاولاد، تقول لهم روحوا ديروا كيما الناس هذو، كيما خطره كي جابوا الشنفاره هذاك، جابوا لي فيلم تاع الشنفاره، عادت الجزائر كامله هزين فلاش ويعميوا في 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 عين بعضها. كيف كيف سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. واش يعرفوا الاولاد؟ واش يعرفوا المساكين؟ ما يعرفوا والو. تجيني تقول لي في في كيف اسمها في غزوة بدر ودخلوا عليهم والنبي هز السيف نتاعو وبدا يطير لهم في دمغيهم، وفي الاخر بداو يطير لهم في دمغيهم. ايش يجي انتم تعرفوا غير طيروا الدمغين ولا؟ يا ولدي خلينا من الرب هذو نتاع نتاع طير الدمغين يا راجل، روح قرينا الاولاد كيفاش يسلموا على بعضهم، كيفاش يقعدوا مع بعضهم، كيفاش يوليو. سبحان الله، انتم تعرفوا غير القتيله، وش بكم هذا؟ انتم جابكم ربي البلا للحياه غير باش تقتلوا بعضكم ولا واش؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا المعلمين دواعش، الاولاد دواعش، الاولياء التلاميذ دواعش، اللي يحكموا فينا دواعش. يا سيدي يا سيدي، ياكم تشوفوا شنو صاري، ياكم تشوفوا شنو صاري. اي ماهيش هذه الاولى ولا هذه الاخرى، لا فيولونس تمشي في الدم نتاع الجزائري، لا فيولونس. يو حتى الله كيف اسمه تهضر مع الناس، هضر معاهم بلا فيولونس. والله يا خوتي غير يهضروا بلا فيولونس، يروح الواحد يقول واحد ثاني نقبه، يقول له مع واش يقول له ما عندناش البريمي، يسبوه يسبوه، لو كان ويدخل يدو في الاخر يحب يجبدوه من كيف اسمه من جاب ربي ما ينجمش يخرجوه من هذاك من القيشي هذاك. واحد شفت سيرفيس تاع البلديه صوتها من فوق خلاص على مواطن خطرش طعيت هو وياه، صوتها له من فوق خلاص كي طارزون. لا فيولونس تمشي في الدم نتاعنا، والسبب نتاعها هو هذا، هو ليكول. ها التيروريست خرجوا من ليكول وخرجوا من الجوامع، لي كريمينال خارجين من ليكول نتاعنا ومن الجوامع، وحنا مازلنا كيما قال واحد والله ما نتحركوا، خلي كيما قال واحد شغل ما كان والو، شغل ونعرفوا غير تصفاق نصفقوا، هذا مكان تحيا تحيا تحيا، مكان سي با كوم سا، سي با كوم سا. نديروا بلد والله ما هو هك، نديروا بلد والله ما هو هك. كونوا فحوله يا ناس، كونوا رجاله، كونوا عندكم ضمير يا خويا. خلينا نجي نروحوا نجيبوا، انتم تجيبوا، انتم بعد انتم روحوا جيبوا ناس تعرفوا. انا والله يكون نعرف بلي المكتب نتاعي ما نجمش نسيرو، والله العظيم غير راح نجيب واحد اخر يعرف يسير المكتب، قسما عظما كي تنسلكوا نجيب واحد خير مني. انا ما نعرفش، لا نحكم المكتب، لا اسمع لاش نشوف المكتب هذا راح يخلى نبقى فيه انايا، نبقى فيه. سبحان الله العظيم. لا يا اخي ما كانش حاجه ما تمشي، اسمحوا لنا لي سيكتور كامل حابسين، الجزائر ولات الناس كل كرهتها. احنا عندنا نحاولوا في الناس، نحاولوا في هذا نتاع الطرق باش يجي باش يقالهم ها ماهوش ماناش معزولين، وحنا معزولين دوليا، معزولين قاريا، ومعزولين دول. واحد لا عاد يسمع بينا، واحد لا على بالو بينا، واحد لا يعطينا قيمه. علاش؟ باسكو حنا مادام ما عطيناش روحنا حنا قدر، واحد ما يعطينا قدر. مادام حنا حبينا نحكموا الناس حنايا وقال دير كيما حنا، ولا ما نتهموش معاك، ولا دير واش نقولوا حنا وما نتهموش معاك وكذا، هاكم تشوفوا ورانا. ها حتى القضيه الفلسطينيه جبدوها من خلاص، ما حنا واش مدينا سوارد، واش رانا قاعدين نقودوا باطل، نقودوا باطل. رانا مع فلسطين ظالمه مظلومه، ورانا هام سوارد وهام من هنا، وتحيا فلسطين، وجيب لمهم هنا بعضانا وصور معاهم ومن واش قد واش. هام اليوم راحوا، هام اليوم واش داروا؟ هاو اليوم مصر والسعوديه وكيف اسمها الامارات والعرب كل هام مع الامريكان ومع فرنسا ومع منا، هام اتفقوا مع اسرائيل ومع هذو حماس ومع الاخرين، هم داروا راح يديروا هدنه. وكش ما عابونا حنا، كاش ما قالوا عليها ما جبتوش معاكم الجزائر، كاش ما قالوا يوم حطونا في الثقيل كيما قال واحد لا كارونتين، كي هذاك الفيروس هذاك نتاع اللي لقاوه في الاورديناتور نحطوها لا كارونتين، حتى حنا قال لها ينحي الفيروس ده. هذا كله علاش؟ باسكو ما عندناش سياسه مليحه، مع السياسه نتاعنا فاسده. حنا نحبوا ديما نكونوا خير من الناس، وحنا لو كان غير كنا كي الناس برك، كنا كي الناس برك. دوكا تصبحت ليكول نتاعنا
كما قال واحد هزين تلميذ يضرب معلمة يرشق فيها موس في الظهر نتاعها، تلميذ يضرب طفله بالموس راح يقتلها، الاساتذه يخرجوا يستناو الاولاد يتقابلوا معاهم بوليه ودماغ قدام ليكول، وبلاشي 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 وبلاشي. وحنا رانا شغل ما كان والو، رانا ماشيين وقال هاي الباكالوريا هاي الاخر هاو، وما كان والو. الواه نتعبوا في روحنا، علاه رانا نتعبوا في روحنا باطل؟ علاه الناس تغلبوا على لا فيولونس فيربال، تغلبوا عليها. اليوم في الدول المتقدمه والمتحضره تغلبوا على لا فيولونس فيربال، تغلبوا على العنف اللفظي. شو اللي علمنا العنف اللفظي؟ قال اسمع يا ربي هذا عنف، هذا عنف، هذا هذا عنف. واش سي محمد انت ما درتليش هذيك لافير؟ هذا عنف، هذا سي لا فيولونس، هذه سي لا فيولونس. ايش كي بيك دو كونترول لوكسيدون وتهضر كيما هكا؟ ايش كي بيك؟ يقول لك فوزات اون ترين دو ماكريسي، راك كيما قال واحد تهضر فيا، راك تقول لي فيها في حوايج يعني اللي نو خاطرش هما يعرفوا يهضروا. حتى هو يتقابل مع واحد يقول له نو مش با داكور افيك فو، نو سي با كوم سا، سامح لي اخي انا مانيش معاك في هذه، هكذا بحال بعضهم هكذا. كلمة واحد يقول واحد واش بيه واش بيه ربك، وهذا مش فيولونس؟ هذه هذه مش فيولونس. اي انسان يعيط لولده يتقابل مع واحد اسمع اروح لهنا ما تلعبيش مع الكبول هذاك، هذه مش با لا فيولونس. طفل يعيط لبي الاخر اسمع حكوا عليا الطحان نتاعك حاشاكم، ها اسكو هذا منطق؟ اسكو هذا منطق من فضلكم؟ هكذا هكذا نربي ولادنا؟ هكذا نديرو منا؟ الام تجي تعيط الراجل تعطي العصا تقول له ام ضرب ولادك اخرج اضرب ولادك، ويخرج لبرا يتقاتلوا بالعصيه على جهه الولاد الصغار. مرا تجيب العصا وتعطيها الراجل تقول له اخرج يتقاتلوا. سبحان الله العظيم. دونك حنا اوني باسي اكوتي، اسمعوا لي اوني باسي اكوتي. لازمنا كما قلت لكم دم جديد، ما عادش ياكل هذا الدم هذا فاز. والله كما قلت لكم الخطا اللي فات، والله تنحي مشي تبون وتجيب واحد ولا تجيب عشرة في بلاصتو، والله العظيم غير نبقاو حنا ما نتغيروش، والله ما نتغيرو. أيا سيدي علاش؟ باسكو الدم فاسد، لازم يكون دم جديد. تروحوا نتوما بعد يا مسؤولين، نتوما بعد جيبوا ناس في المستوى وقال خويا أرواحوا حنا رانا نخرجوا من الباب الواسع ونقعدوا حنا معاكم نعاونوكم إذا حبيتوا نعتوا لكم، ولا كانش من بعيد خلاص باش إذا من هنا رانا ما ندخلوش، نتوما أخدموا حنا رانا من بعيد. وتشوفوا كيفاش تولي الجزائر، مي لازم يبدلوا السياسه هذه. كان رايحين يجيو يخدموا كيما نتوما، التواخ التواخ. لازم يبدلوا السياسه هذه، لازم يبدلوا ليكول، يبدلوا اعاده الهيكله في كل شيء، تولي سيكتور باش حنا نلحقوا نلحقوا على التي جي في اللي راح علينا صافي عنده عوام، وحنا رانا راكبين في كاريولا ونحبوا نلحقوه، ونحبوا نلحقوه في كاريولا. سي با نورمال. ان شاء الله نتمنوا الشفاء لهذه الطفله هذه مسكينه. السيد اللي دار الشيء هذا مسكين، مش حنقول لكم انا، تم تقديمه قدام الجهات القضائيه وتم ايداعه بالمؤسسه اعاده التربيه، متابع بجنحة محاولة القتل العمدي. واش راح نقول لكم؟ ربي يكون معاه، واش راح نقول له؟ هذا هو، هذا هو. واش راح نقول لكم؟ إن شاء الله ربي يغفر له، وربي كيما قال واحد يخفف عليه. على كل حال السجن ماهوش ساهل، ويدخل أسيزون 16 سنة في عمره، ما نعرف كيفاش، ما نعرف كيفاش أحسن. والديه مساكن في غبينة، مو مسكينه، اسكو مو قالت له روح دير هالشي هذا؟ مسكينه مو كي تخبط الليله هذه كيما قال واحد ما ترقدش، باباه كيف كيف، خاوته كيف كيف، الطفله الاخرى مازالت مسكينه ما بين الحياه والموت. شوفوا كيفاش انا الجماعه هذو، انا نقول لكم كي سوا الطفل اللي ضرب ولا الطفله اللي ضربت، هذو في زوز راهم ضحايا
نتاع لاسوسيتي، ضحايا نتاع الناس اللي تسير في البلاد هما اللي وصلوا لنا الشيء هذا. تصبحوا على خير، بونسواغ يا توتي يا توس، يا دوما ان شاء الله.